هي بذاتها يا أغا، هي. أنتو متأكدين إنها بلقيس؟ لك أنا شفتها بعيوني، هي بلقيس ما غيرها. مسميها على ايه؟ تلتم حواليها كل ليلة بريد شي، بس هي ما غير بلقيس. نعم يا أغا، هي بذاتها ومش رح نتوه عنها، أنا بميزها من بين ألف مرة. هلا المخلوقة وعدت غير، بس باي انت مرة قوية وإيدها واصلة. صاي اسمعوا على هالسيرة، سمتني سلطان، قلت له يستر على عرضك بلا هالاسم، بخاف منه، لا بحبه ولا بحب سيرته. عم قالت لي هي ما بتخاف من السلطان شر وإحساننا. بس شو مرة يا شباب، شو مرة، بحياتي كلها ما رح اشوف أحلى من هيك. تاخذ العقل تسبي سبي، لا وفوق هيك الله يحلي ايامك عمي ديب. بس قالت لك امتى رح تطلعوا؟ لا ما قالت، بس قلت لك يعني المخلوقه وعدت خير. يا خوفي ما يكون على الوعد يا كمون وتختخ عظامه بالحبس. لك من امتى وانا عم بقلكم فلتاني فلتاني؟ اي والله معك حق. لك صحيح حدا منكم عرف كيف مات فارس المبشر؟ شي؟ لك هلا كنت عم بقول لك ما حدا بيعرف شي. فلتاني ديب فلتاني. بدهم يعملوا التمساية بكره بعد صلاة العصر، شنو بطلت تصير بعد المغرب. حاكم الناس عم تخاف تطلع، إيش كان عتمة العين. الله يبعث لنا والي يرجع كل شي لمطرحه. والله الحالة صارت بتبكي. بعين الله سيدي، بعين الله. صعين سيت لك زعيم، شغلة الصوباشية ثلاثة طلعت مزبوطة، وبيت نغم صار أملاك سلطانية. رح يرجع عبد الهادي، رح يرجع كوكب، أنا بعرف. ترجع المي بزلعيمه إن شاء الله. يرجع شو يعني؟ حبيبتي يلي بده يمس شعرة منك ايده بتنقص. شو نسياني حالك مين صرتي؟ ولك انت هلا ايف، ولا تخافي، اوعك تخافي من شي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرحمه. علي شغلة صاحبه هذا أبو إسماعيل العكر، قال شو بده يسهر عند منه ويسخص له حكاية البدوي الحدان. تقبريني يو أبو أحمد، أخذ طربوش فاسي قال مشان العكر يحكي له حكاية الساحر المغربي، وبعدين حبيبتي شكل عند إيف. وعرفتي شو أخذوا له دخلك؟ معلوم عرفت، جناب جوزك الكريم أخذ له حلق ألماس كتير تقيل،
وجرب جوزي الكريم أخذ له طوق ذهب كثير غالي. لك العين الضراء اللي تطرقن وما تصلي على النبي. الله عيونهم إلهي، ومثل العادة ما نالوا ضفرة حبيبتي. هذا هو المطلوب تقبريني. خصمية خصمية. استغفر الله العظيم. يا رب يا رب تبعد عني ولاد الحرام. يا رب وحدك العالم بيلي صار. انسي إيف، انسي لعبد الهادي وكأنه ما كان. حبيبتي مو هاد يلي بيعكر لنا حياتنا وبيكدرها؟ مو هاد منو؟ مايك حق، مايك حق. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن. طيبة ما بحشي، يسلموا ايديك. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. شو عاملنا أكل اليوم سهيان؟ شوربة عدس، إيف خانم بتحبها. إيه خير وبركة. دخلك صحيح اللي سمعته؟ ليش شو سمعتيه؟ النغم. ايه مزبوط، لساته عايش وملحوش بالحبس. محظوظ والله النغم، ما بوشي يعني. اكيد يعني. لك ايه رفيقه العتال اجى لعند ايف خانم وحكى لها شو صاير مع رفيقه نغم مشان تفكه. ايه وحتفكه؟ ما بعرف، هي قالت خير. ايه الحمد لله، الحمد لله يا ربي. مصروعه. يلا شحل لنا بالاكل بقى، ما بدنا نتاخر. اضوي طريقك، اضوي طريقك، اضوي طريقك، طريقك اناديل العشاق. يحرسك يا رب يا رب، عيني الساهر المشتاق. اضوي طريقك، اضوي طريقك. أنا يا حلوة بموت فيكي وبإيد شموع حواليكي. قلوب العشاق وجنية هالدروب رح تحميني منك يا عبد الهادي. عم نقلكم الصباح رواق. بعدين اول شيء خلينا نشوف شو بيتها، بعدين نشوف شو بنعمل. مشان الله حظوظ، الله يستر على عرضك. المهم تدبروا، المهم تجيبوا نغم من عندهم. لا قصلا كانوا انت ما دخلها. عم تقول انتو، ما عم تقول نحنا. كانك مو ناوي تدفع شيء منشان فكت نغم. اه شيء ضيف ضيف. لا ما معي امشي انا، ما معي النقله. منين بدي اجيب له؟ شو ساوي يعني؟ بيع له ولد من اولادي مشان افكه لنغم افندي؟ ما معه، معه حق، ما معه. اخي محلوله باذن الله، تصبحوا خير. انت من اهل يسر الله معك. ليك نحن معنا نقلتين، كنا عايمينهم مشان نشتري فيهم زيت للفانوس. اذا بدكم خذوهم وفكوا فيهم نغم. ايه ايه نقلتين؟ ايه. الله يكتر خيرك. امشي امشي سرحان. يلا خذ يمينك.
هلا جانا من اصحاب اليمين. امين كمان يمين. يا رب. ورود الريح. يا رب. دوروا على كيفكم على سلطان الليل وكمشوا اذا فيكم تنكشوا. وينك يا جنية الحب؟ انت بدك تطلعي لي، انا كمان بدي احب من جديد. لا حول ولا قوة الا بالله، غير راح اليوم نهار نبوش، شلون هلا بدنا نفوت لعند المرأة والولاد وعم خفي بايدينا تخفيف؟ لكان ليش انا ما تجوزت؟ بكفي حامل واحد غليظ وتقيل دم على ظهري طول العمر. انا واحد بقدر احمله، اما اثنين صعب ما بقدر. ليش مين حياخذك؟ وحده عميه مثلي بتاخذني بتاخذني. ايه والله لو كانت عميه ومكرسحه مثلي ما بتاخذك. لك يا الله ياخذك وياخذها لكان. يلا انا بدكم مني شيء. لك معنى انك قلت لهم خذهم. ايه خذهم، اشتري فيهم خبز للاولاد. لك ايه خلص خلص، اذا عتستهم برجع باخذهم منكم، هلا بنشوف الا ما يكون بقيان اكل بالبيت من امبارحه. ايه شو بصير معك خبرنا. ايه يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله. وانت من اهله. يلا طالع الصائد. اي طالع. يعني إذا غنيت بيمشي الحال؟ هلا إذا عبيت لي راسي أكيد رح يمشي الحال. نعم شلون بدي أعبي لها راسي؟ يا محمد شو عبيت راسي؟ حمد والشكر لك يا رب، جبرت بخاطر هالولاد. يا مو نونة 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 محمد. إيه ما عم بغرف. عم تقلك نونة نونة افهم. يا مو قلل القدامة وكبر الخبزة مشان يكفينا الأكل كله ونشبع كلنا. إيه إيه وسموه بالله. كم مرة بدنا نسميه يعني؟ خلاص ولا؟ ولا؟ استغفر الله العظيم.
العامة شو جنية الهوى؟ خبز وماء أكل العلماء. شو خبز الماء؟ نعمت كريم. عارفان بدك تقول هيك. ليش طالع بإيدنا ناكل أكل الفهماء وقلنا لا؟ هلا اتركنا من الفهماء وخلينا بالعلماء. سعيد فرحان، يعني في شغلة بدي أقول لك إياها. تذكرتها لما قلت لرسلان من شان النقلتين اللي شاليلهم من شان حق زيت الفانوس؟ وشو هالشغلة يعني؟ يعني بهالشغلة عم بحس حالي مظلوم معك، وأنا ما بحب كون لا ظالم ولا مظلوم. مظلوم معي؟ بشو مظلوم بقى سيدي؟ بزيت الفانوس. يعني أنا أعمى وما عم استفاد من ضوء فانوسك، بقى ليش لأدفع معك؟ شو ما عم تستفيد بقى؟ ليش أنت مو عايش مع مني بالمربع؟ سيقعد معك بالمربع بس الضوء إلك، وانا ان شعلته وان ما شعلته بالحالتين نفس الشيء معتمي عندي. ايه مو صح هالحكي؟ لا صح. قلي شو مستفيد انا؟ شو مستفيد؟ لا مستفيد بركي انت وقفت وبدك تمشي بتتفركش وبتوقع، لاني انا ما نبهتك بحكم انه الفانوس مطفي. يا حبيبي عاساس المربع عنا مليان اغراض لك. ايه ما في ولا اشي. ايه شو يعني؟ واحد بيتفركش بخياله. ايه بتصير. ايه قلتلي بيتفركش بخياله. ايه بتصير. بعرف انك رح ترجع، هدول كلهم كذابين. انت عايش، بعرف انك عايش، رح ترجع بإذن الله رح ترجع. يا فارس يا حبيب الروح. أنا اسمي نوار النوار. تاجر من الشام. طلعت عباخرة من بيروت قاصد لأسيتانيا. بعد بيومين من مسيرنا واجهتنا عاصفة كبيرة كتير. غرقت السفينة وصرت أسبح مع الناس اللي بتعرف تسبح. وشوي شوي صاروا يغرقوا واحد ورا الثاني، ومن بعدها ما عاد حسيت على شيء. وقت فتحت عيوني لقيت حالي هون ببيت الكرم والجود. يابا انا اسمي غسان والحمد لله على سلامتك. والنعم منك من اصلك الطيب. الزباين بلشوا ياخدوا مطارحهم وجوقت الموسيقى عم تدوزن. وانت شبني؟ انا شو نسيت اني رح تغني ليلي؟ لا اكيد ما نسيت.
ايه روحي بلشي لكن. ماشي. نغم منا وفينا وماله غير الله ونحن يا جماعة. والله صدقت يا زعيم، عن حق الرجال ماله حدا. منشان هيك لازم نخلصه اليوم قبل بكرة. وشو بتشور الزعيم؟ اللي بتعرف دي تقتله. بقى واحد منكم يصل لعند البكباشي الحرامي ويشف لنا شو فكت الحكاية. شو رأيك بمعيتك نروح نحن الاثنين بممدوح؟ ايه شو عليه؟ انا جاهز. معناتها خير البر عاجله. توكلنا على الله. لا اله الا الله. يا الله قولوا الله. دواء لكن هيك قلتيلي اعطيته لمحمد كراه. ايه والله ونخر قلبي بده اياهم. ايه وانت شو قلتي له؟ قلت له مخبيت لك ياهم. ايش عليه؟ خلص انا بكره شو بيزيد معي بتصمدي له ياهم. ما بيجوز ناخذ له للولد اللي معه. تصمدي له ياهم بتجيبي له فيهم اوعي على العيد. والله ابن عمي ما فيها شيء اذا صرفناهم على حالنا. لا فيها. مو حلوه بحقي قدامه يا بهيه. يو ان شاء الله بدك تحسب حسابه للولد. لك يا بهيه هذا الولد ابني وانا بكون ابوه. ما بده يشوفني كبير بعيونه. ولك تقبر قلبي انت كبير وقدرك محفوظ. الله يرزقني يا بهي لحتى اعوضكم عن كل هالايام السوداء. امين يا رب العالمين. ابن عمي شو رايك تاخده معك على الشغل؟ احسن مو يضل فلتان بالحاره. يعني نويت تشتغلي عند ياسمين خانو؟ ايه والله لقيت انه احسن من القعده بالبيت، بعدين بجيب معي صحن اكل بشبعنا وبكون الله ثمرنا بفضله. you
قلت لك رح يرجع، هيدا الزلمه قصدني يا كوكب، ولك قصد وخشت اللي طقطق جلده. ولا يهمك حبيبتي، هلا بخليهم يزتوا لك يا برا. لا، ساعتها بيتاكدوا انه انا هون. طيب شو بدنا نعمل؟ اتركي قاعد. اهلا ديبو، شلونك سهيران؟ شو بدك تعنسنا الليلة؟ عاوز استثنيك شوي بس. اهلا وسهلا، تفضل تفضل تفضل. اهلين ابو الروح. على السلامة. الله يسلمك يا رب. ايه بدك اجي؟ والله اليوم على العصريات كنت بالشام. وكيف كانت سفرتها؟ الحمد لله، وفقت فيها، سويت شوية بضاعة لمحل الوالد ورجعت سالم غانم. ايه والله ميت اهلين وسهلين، شرف، تفضل. مالي جاي لفوت، البيس خلينا نمشي. لوين؟ شو لوين؟ لعند ايف عمي، لعند ايف. ليش ما دريت؟ شوفي، لا تلي ايف صار لها شيء. صهري فارس عطاك عمره. العمر إلك، بس الحياة أبى من الميت. شو قلت عمي ديب؟ ما فهمت عيد. إيه مزبوط عم يحكي سهيان، عدلنا يا ديب خلينا نفهم. يعني قلت لحالي إنه يعني. يعني شو؟ يعني بعاونك. بعاونك بالدفع. كمان أنت حريمة وأنا ما بيهون علي تخرجي كل يلي مصمطيهم على نغم. مو هاين علي فيك يا ست الكل، والله فيك الخير يا دي. اتخزيت العين نشمي. ايه ما هان علي، منشان هيك انا اجيت، منشان هيك اجيت انا. وطالما انا حرمي مو هاين عليك فيني، وانت الرجال بقى هيك، لشوف شو فيك تعمل. ايه والله بهد الدنيا مشان هيك، قصدي يعني مشان نغم. هلا مشيني ولا مشين نغم؟ بدي اعرف انا. انتوا الاثنين. كمان انا نغم صاحبي وحبيبي. ماشي. بس شو فيك تعمل؟ بلم عنك الذهبات. ما بخليكي تدفعي ولا لانجلي. معك حق. اخطاي هي حرامة، من وين بدها تجيبي حسرتي؟ انا بسد عنها. وبتراعي عمي، ما بدنا حدا. انا جاهز يا خانم، انتي شربيني وشوفي. أنا كرمال نغم، اعملي اللي بدك اياه. طيب إذا حدا من الزباين حاول يأذيها لإيف خانو، شو بدك تعمل؟ ورب العزة بقومه بأرضه. شي، في رجال بيتقاوى على حريمة؟ خليك واقف لبين ما فكر. فكري يا خانم، فكري قد ما بدك، أنا ليكني واقف ما راح بحكي ولا كلمة. فكري براحتك. إذا عتستوا شيء أنا برا. سمعت لك طرطيش حكي إنه في مين بده يفكه. قلت لحالي يا أبو قاسم مالك غير الله والبكباشي، هو بيحل لك شغلتها. والله لما سألتني عن فكة نغم قلت أبصر أبو قاسم شو بده. مو أتاري عم ترسم على الدكان؟ بدك تزبط لي اياها بمعرفتها، واللي بدك اياه من العين هي قبل عين هي. ايه تكرم عينك، هي حلتها عندي. يخلي لي اياك من الاول. فكته 5 ذهبات، وحلوان الدكان 5 ذهبات، صاروا 10. شو وحبه مسك. بس أبو قاسم مثل ما بقول لك بتعمل، والليله الليله ها رح نفسه، واللي بتأمره رح يصير. ايه بصير خير. يخلي لنا اياك،
يديمك فوق راسنا، يديم عزك ربي. هلا بدك تقنعني انك زعلان على فارس يعني؟ شي شو الحكي لك قاسي؟ يلي مات هو صهري، مو حدا غريب؟ على علمي ما كنت مصدق انت يجيك هذا الخبر مشان تتجوز بنته لابو احمد. صح عم تحكي، يعني هي لانه القصه طولت وما كانت مبينه، بس هلا الشغله ثبتت. اها ثبتت الشغله قلت لي، يعني مانك رايح معي؟ لا اعوذ بالله، ما احلاني وروح، شو بدك تبهدلني بين الخلايق والناس؟ ملحوقه عمي قاسم ملحوقه، والايام جايه ومنروح كثير لسه. ايه مثل ما بدك. افوت سهر عند مني مو احسن لك؟ اي والله احسن منه بتصبب عليك وبنطرب على صوتك بخاطرك. الله معه. حول الله من الله. حصنتك بآيات القرآن يا سلوى، شو انك حلوة بدون يمين بدون يمين بدون يمين، انت احلى عروس بالشام كله. بشني بش. عانت يا رياض، عانت يا دوبر، أحلى كتير وما بقي إلا دليل. دعاء شرفي. يا بي مو جاي عبالنا؟ يو يا مو مو شايفني عم بلعب أنا وأبوك برسيس؟ ونحن كمان مو جعبالنا ننام، ما هيك؟ لا تكونوا جوعانين. لك لا يا شو جوعانين، لسه من شوي اكلنا. مزبوط يا ابي، ما حلنا نجوع. ايه طيب بكفي لي كلامك. ايه كنت عم اقول لك انه فارس المبشر ماله زلمه قليل، والله بكره لا يعملوا له عزا وعزا. ايه والله نيالة فادي يا مرت حظوظ، بكره لتاكل على كل درس لون. ايه والله هلا عم بيقولوا انه بدهم يذبحوا على روحه. ايه معناتها سحنا بشدة لحمة رسلان. يا ابي شلون الله جاي عبالي لحمه. ايه يا مو اطبخي لنا فيها شاكريه. يو شاكريه؟ شاكريه بدها لبن. لا يا مو بكره بسلق لكم اياها سله وبنشرب مرقتها، مرقه اللحمه بترم العظم رم. ايه معلش بنفت فيها خبز. يا سلام يا لطيف، لك كل هالقد مشتهين اللحمه؟ شو رايك؟ منيح ما هيك؟ اجا بوقته بيت الطلب. بالصدفة بالصدفة والله يا حظوظ كنت بالكراكون وسمعت هالكلام هاد من البكباشي بذات نفسه، عم يقول انه نغم تعبان كتير كتير ولازمه خستة خانة، يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا. وسأل هي الصوباشي، روح اسأله. حول ولا قوة الا بالله. حضرة الصوباشي؟ يعني نغم تعبان كثير؟ ما تعبان، يا بتلحن يا بتلحن، انت وحظك. حظي لك. طيب عمي ابو قاسم انا هلا يعني شو فيني اعمل؟ شو ساوي؟ خلصت لك شغلتك بعشر ذهبات، هلا ها اذا اخذ البكباشي حمزه العشر ذهبات وعدني انه بكره يطالع لك اياها. عشر ذهبات؟ انا منين بدي اجيب عشر ذهبات؟ عيب عليك حسوس، وانا شو عم بعمل؟ ما حبيت منك بنوبة الكلمة. ها أخي أنا هلأ بدي انهي القصة بيني وبينك. شو بدك هلأ؟ أنا ما دخلني بزيت فانوسك، أنت عم تشوف مو أنا. هيك بدك؟ إيه هاي رح نطفي الفانوس. إيه اطفيه وخليك على عتمة مثلي. كأنه الباب عم يندق. اه ايه قوم قوم سرحان، قوم شوف مين فيه. يلا مين بده يكون يعني؟ يلا. ايوه ايوه جاي. على مالك على مالك. لا 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 وقعت. لك ليش ما دليتني على دربي؟ شلون بدي اشوفه مطفي الفانوس؟ شعله شعله. ايه مو على عيني. شعلته؟ ايه شعلته. يلا يلا دلني على دربي. قوم وقف لعلك. خذ خطوتين شمال. ايوه يلا رود غري.
إن شفت الأعمى طبه مالك أكرم من ربه. سلطان الليل هو اللي قتل الصوباشية الثلاثة. نغم شافه وحكى لي كل شيء. وهلا نحن عم نحقق معه. بقى بكير كثير لنحكي بفكته. يعني ما بتتدبر بمعيتك؟ والله لو الشغلة بإيدي علي ما علي ما بطلعكم زعلانين. بس الشغلة من عند القائم مقام ذات نفسه. بقى نحن ضروري نحقق معه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحل عسيرها. قوم أبو ممدوح قوم. قوم خلي كل واحد منا يروح على بيته قوم. الله معكم. انت لا تدفعي شي خانو. بس تركيني كاسل الرجال يلي برا وراح فرجيكي شو بعمل. والرهن هالخنجر. وقادر تحميني بهالخنجر؟ روحي خانو. روحي فدا العيون. يا ديب في واحد برا ممكن يأذي الخانو، شو بدك تعمل فيه؟ انت بس دليني عليه، وإذا كان رجالي مس شعره منها. رح خليك كاسر للجيل.